مهنيين بعيد ميلاده الميمون، فقد استقبل السيد الرئيس القائد صدام حسين حفظه الله السيد عزة إبراهيم نائب رئيس مجلس قيادة الثورة، والسيدين عضوي مجلس طه ياسين رمضان، كل العراقيين رجالا ونساء وحيثما كانوا على أرض جمهورية العراق سائلين الله. بيل ريتشاردسون، ونقل السيد ريتشاردسون خلال اللقاء عدد من رؤساء الدول والحكومات وممثليهم. حيث زار موقع الاحتفالات بافتتاح لقفت مرآه العيون. شلونك بك؟ ايش كثر صار لك هنا؟ جيت سنة حوالي 15 يوم. المدة كم مرة تجيكم بال 24 ساعة؟